بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال بيقول اللي هو انا مش عايز اظهر الشيت في قلب الشيت ليست، اعمل ايه؟ انا لو انا عندي شيتات تمام وعندي الشيت ليست مش عايز يظهر فيه الشيت دوت، تعال نعمل في الشيت ليست. هروح للفيو اقول له سكادول، اقول له انا عايز شيت ليست، ابدا اختار العناصر المهمه بالنسبه لي، يعني مثلا مين اللي عمل شيك، مين اللي عمل الدروينج، اهم حاجه طبعا الشيت نيم، الشيت نمبر، تمام. اقول له اوكي. لو في شيت معين مش عايز يظهر هنا، اقول لكم مثلا الشيت دوت او اي شيت، بروح واقف على الشيت ده اللي انا مختاره مثلا دوت، واروح للبروبرتيز بتاعته والاقي حاجه اسمها ايه appearance in sheet list، واشيل العلامه ديت الاقيه اختفى من القائمه ديت. دي اسهل طريقه عشان ما نخلوش يظهر في الشيت ليست.